متابعينا الكرام، التواصل يستمر والانطلاقات تستمر والتحديات على أرضية ميدان المرموم، تحفة ميادين السباقات في هذا المهرجان السنوي، مهرجان المرموم بإمارة دبي في دانة الدنيا. دبي في هذه اللحظات تعلن انطلاقة شوطنا الثاني عشر للذلل، نتمنى التوفيق لكل الأسماء. والثمانية كيلو مترات هي مسافتنا الحاضرة مع هذه الانطلاقات الصباحية. أتقدم مع المركز الأول، أتقدم مع الصدارة والمركز الأول، ثمينة على المركز الأول اللي اسمه شيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم بالعرط الحميري في عملية التضمير والتدريب مقدم الانطلاقات وتحديات. ثمينة مع بداية هذا الانطلاق المركز الثاني، وتابع المركز الثاني وصول من شقرة لسمو شيخ الزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان عامر بن محمد بن عبيد المزروعي، يقدم ويتابع شقرة في عملية التضمير والتدريب. المركز الثالث وصلت وتقدمت في هذه اللحظات الشاهينية من هجن العاصفة غياث الهلالي، في المتابعة تسللت على المركز الثاني. المركز الثالث لهبيبة لهبيبة القادمة على ثالث المراكز لهجن البشاير، عبد الله بن طويرش لوهيبي في عملية التضمير يقود لهبيبة على ثالث المراكز. والمركز الرابع شقرة لسمو شيخ الزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان عامر بن محمد بن عبيد المزروعي في عملية التضمير والتدريب. والمركز الخامس، المركز الخامس شواهين لهجن سيح السلم خالد بن مر بن حلوة آل شتبي في عملية التضمير والتدريب. والمركز السادس الشاهينية لهجن العاصفة غياث الهلالي في المتابعة. والمركز الثامن أول الواصلات على المركز، على المركز السابع عفوا، هذه اللي تقدمت وحضرت مع هذا الانطلاق ريام لهجن الرياسة علي بن يميل لوهيبي في المتابعة وفي عملية التضمير والتدريب. وثامن المراكز مهمة لهجن الشحانية جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل في عملية التضمير والتدريب. ما شاء الله نتابع الأسماء القادمة على المركز التاسع، هنا قدوم في هذه اللحظات من الساعة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم وسالم بن نايع بن سالم الغفلي في عملية التضمير والتدريب. والمركز العاشر ونختم ندانا الأول مع انطلاقة بلشة القادمة، بلشة من هجن الرياسة ومحمد بن عتيج بن زيتون المهيري في عملية التضمير والتدريب. هكذا هي النتيجة، هكذا ندانا الأول، وقطعنا ثلاثة كيلو مترات وتبقى الخمسة كيلو مترات. ما شاء الله دائما تحمل التنافس والتحدي بين هذه المؤسسات، بين هذه المؤسسات العملاقة، مؤسسات وهجن أصحاب السمو الشيوخ الحاضرة في تحفة ميادين السباقات وفي ختام المرموم. عودة مع البداية، عودة مع الصدارة والمركز الأول. الشاهينية خاطفة مسار هذا الشوط على المركز الأول من هجن العاصفة غياث الهلالي في المتابعة. ما شاء الله المركز الثاني من الجانب الآخر، نتابع في هذه اللحظات تقدم ووصول من ثمينة لسمو شيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم بالعرط الحميري في عملية التضمير
والتدريب والمركز الثالث. المركز الثالث هذه اللي وصلت في هذه اللحظات في نيدان الأول في المركز العاشر وفي نيدان الثاني وصلتنا على المركز الثالث وتقدمت بلشة 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 لهجن الرئاسة المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري في المتابعة في عملية التضمير والتدريب والمركز الرابع القادمة من حاشة. أول نداء من حاشة لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي في عملية التضمير والتدريب. وخامس مراكزنا ما شاء الله أريام الأريام القادمة على المركز الخامس من هجن الرئاسة علي بن جمي اللوهيبي في المتابعة الظافر. من يتابع انطلاقات وتحديات أريام على المركز الخامس. المركز السادس وصلت في هذه اللحظات تقدمت الشاهينية من هجن العاصفة غياث الهلالي في المتابعة. والمركز السابع وصلتنا عذبة القادمة في هذه اللحظات من هجن البشاير عبيد بن محمد لوهيب العمدة هنا في المتابعة ما شاء الله. وصول كذلك على المركز الثامن وتسلل وحضور في هذه اللحظات من الساعة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سالم بن نايع بن سالم الغفري في عملية التضمير والتدريب ما شاء الله. وصول كل الأسماء. المركز التاسع هنا تصل الهبيبة الهبيبة من هجن البشاير عبد الله بن طويرش الوهيبي سفير السلطنة متواجد في كل التحديات وفي كل المناسبات ما شاء الله. 3 كيلومترات غادرناهن هنا مع هذه الأسماء المنطلقة والمتقدمة. مهمة مهمة من هجن الشحانية جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل في عملية التضمير والتدريب على المركز العاشر ما شاء الله. هكذا هي نتيجتنا الثانية وندانا الثاني لهذه الأسماء ما شاء الله المقتربة من بعضها البعض في هذه اللحظات مع المنعطف الأخير في مضمار المرموم تحفة ميادين السباقات. عودة مع البداية عودة مع الصدارة عاصفية عاصفية هنا الصدارة الانطلاق من الشاهينية على المركز الأول لهجن العاصفة. المركز الثاني الشاهينية كذلك من هجن العاصفة غياث الهلالي في عملية التضمير والتدريب. والمركز الثالث المركز الثالث هجن الرئاسة مع بلشة في ثالث المراكز المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهير المجازف متابعا مراقبا هذه الانطلاقات ما شاء الله. والمركز الرابع ثمينة ثمينة القادمة في هذه اللحظات لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم بالعرطي الحميري ما شاء الله. خلاص غادرنا 2 كيلومتر مدرج الهبوط تدريجيا خلاص إلى خط النهاية ما شاء الله. نتابع الأسماء القادمة على المركز الخامس. وصلت أريام تقدمت أريام بشعار هجن الرئاسة علي بن يمي اللوهيبي ظافر متابعا مراقبا انطلاقات أريام على المركز الخامس. المركز السادس هذه من حاشة لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي ما شاء الله في عملية التضمير والتدريب متابعا انطلاقات من حاشة. ونوادر نوادر نوادر يا سلام يا سلام يا سلام. أول نداء لنوادر من هجن الشحانية أشعار العدم قادما في هذه اللحظات سالم بن فاران هنا في المتابعة ما شاء الله.
نتابع وصول من الشاهينية لهجنة العاصفة أياد الهلالي بالمتابعة، وكذلك شودة لهجنة الرياسة محمد بن عتيجة بن زيتون المهيري شودة القادمة. أول ندى لشودة في هذه اللحظات ما شاء الله. نتابع الأسماء القادمة، ولكن عودتنا دائما مع البداية، عودتنا مع الصدارة والمقدمة والكيلومتر الأخير، الكيلومتر الأخير، الغلاف الجوي، عودة مع البداية والمقدمة. شودة 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 لهجنة الرئاسة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري مقدما. انطلاقات شودة على المركز الأول أريام لهجنة الرئاسة، على المركز الثاني وظافر علي بن يميل لوهيبي في المتابعة، والمركز الثالث عادت بلشة 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 يا بلشة تكون من بلشة لهجنة الرئاسة محمد بن عتيجة بن زيتون المهيري. ما شاء الله وصلت نوادر لهجنة الشحانية سالم بن فاران المري بالمتابعة، ما شاء الله هجنة العاصفة مع الشاهينية اياد الهلالي بالمتابعة، ولكن البداية وين؟ شودة 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 على المركز الاول، نوادر نوادر لهجنة الشحانية القادمة على المركز الثاني، أريام لهجنة الرئاسة على المركز الثالث، ولكن شودة شودة واللحظات الأخيرة المجازف المجازف، وهنا بن فاران يأتي هنا يدفع في هذه اللحظات بنوادر الشحانية، اللحظات الأخيرة الأمتار الأخيرة. شودة شودة بلشة 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 الأمتار الأخيرة، ما شاء الله. تهانينا والناموس لهجنة الرئاسة، لكل محب وعاشق هذه المؤسسة، مؤسسة هجنة الرئاسة، وتهانينا والناموس لمحمد بن عتيج بن زيتون المهيري المجازف. المركز الثاني وصلت شودة لهجنة الرئاسة، المركز الثالث نوادر لهجنة الشحانية، والمركز الرابع وصلت جبارة لهجن الرئاسة، والمركز الخامس المركز الخامس أريام لهجن الرئاسة. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام مسار شوطنا للذلل الذي حمل التحدي والإثارة حتى خط النهاية، والتألق يأتي في هذه اللحظات مع هجن الرئاسة 12 دقيقة 28 سبع أجزاء من الثانية، هو توقيت بلشة لهجنة الرئاسة. تهانينا وناموس للمجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. المركز الثاني 12 دقيقة 29 خمس أجزاء من الثانية، هو توقيت شودة لهجن الرئاسة مع محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. كذلك المركز الثالث 12 دقيقة 30 ثانية وجزء واحد من الثانية، نوادر لهجن الشحانية. تهانينا وناموس لسالم بن فاران المري. تهانينا والناموس للجميع.